والآن ينضم معنا عبر الهواء مباشرة مدير توزيع منتجات كريتا سيد عمار مظهر. أهلا بك أستاذ عمار، وبداية نبارك لكم افتتاح المحطة الجديدة، ونسألكم هل ستقومون بتنفيذ قرار رئيس الوزراء بتزويد أصحاب المولدات بالكاز مجانا؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. نشكر قناة سامراء الفضائية على إتاحتنا فرصة شرح افتتاحية محطة وقود مركز سكريت الأهلية المشيدة حديثا اللي تقع في محطة في منطقة القادسية. حقيقة اليوم كان افتتاح هذه المحطة من قبل وكيل مدير الفرع الأستاذ عبد الكريم الجنابي، وأيضا قائد شرطة صلاح الدين لواء قنديل بحضوره كان، وقائم مقام قضاء تكريت الدكتور عمر شنداح، ومدير بلدية تكريت المهندس أنس الفراس، وعدد من مدراء أقسام التوزيع والفني والتفتيش والكوادر التوزيعية بالمحافظة، وأيضا مراكز الشرطة القريبة لهذه المحطة وعدد من المواطنين. برغم هناك يعني إجراءات للوقاية من مرض كورونا، ولكن احنا اليوم سعيدين بهذه الخطوة بسبب الزخم الحاصل في مركز محافظة صلاح الدين قضاء تكريت. نعم نعم، فاليوم كما تلاحظون المحطة طاقات عالية وتقع في موقع مهم، برغم هي أهلية، واحنا ان شاء الله هناك ايضا خطه لانشاء محطه حكوميه بس على السنه القادمه يعني. نعم استاذ عمار، سالتك هل ستنفذون قرار رئيس الوزراء وسيتم تزويد اصحاب المولدات بالكازا مجانا؟ عفوا ستي، احنا بالنسبه لنا يعني شعبه توزيعيه في مدينه تكريت والعالم الدور، يعني انا مو يعني تجيني التعليمات من الفرع والفرع تجي من الشركه في بغداد. لحد الان وصلتنا التعليمات اللي المركزيه اللي حد للشعب التوزيعيه بالمناطق بالاقضيه والنواحي. نعم. طيب يعني وعدتم يعني انتم بزياده المحطات الحكوميه، هل لديكم الرقابه على المحل المولدات الاهليه او المحطات الاهليه؟ أستاذ عمار، يبدو أن هناك خلل في الاتصال.